السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي قناة الإبداع، دايما معكم أحمد علي من القناة. بناء على رغبة العديد من الناس عملنا جروب لأصحاب قنوات اليوتيوب والأدسنس. جروب هوت هنسيب لحضراتكم طبعا الرابط بتاعه أسفل الفيديو. ده هدفه إن احنا نتبادل الاشتراكات مع بعض، نتبادل خبرات الأدسنس ونتبادل كل حاجة ممكن نكون أصحاب القنوات اللي هو احنا يعني بنعوزها، وإيه الفيديوهات اللي ممكن تحقق الدخل والربح بسرعة، وإن احنا نساعد بعض في الاشتراكات، وأي حد عنده استفسار بيبدأ يتقدم بيه على القناة، وإن شاء الله سواء أنا أو أي حد من الناس المتواجدة على الجروب بتبدأ ترد عليه أو نساعد بعض عشان كلنا نرتقي بقنوات بتاعتنا. تمام. طبعا رابط القناه بتاعتي، القناه بتاعتي موجوده، يا ريت الناس تشترك فيها، وطبعا هسيب لحضراتكم رابط الجروب اسفل الفيديو. انا القناه بتاعتي الحمد لله وصلت ل 820 الف مشاهده، ومعايا حاليا في جوجل ادسنس نجيبها لكم بالظبط يعني عشان ما نكونش بنشتغل الناس، اني مش متذكر الرقم بالظبط. هالكو بالظبط عشان برضو ايه بس اهم حاجة الناس تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلها كل ما هو جديد، واي حد طبعا هينزل على الجروب وينزل او يعمل لي كومنت على القناة ان شاء الله اكيد بعمل له اشتراك، واكيد ان شاء الله هنبدأ نعلن عن مسابقة بالنسبة لاصحاب القنوات. اهوت هقول لكم انا معاه كام بالظبط، ده في ال 202 في السبع ايام اللي فاتوا، اجمالي اللي معايا 239 دولار، يعني لو قلنا بالمصري ده ارباحي من اول ما بدأت. تمام، على لحد دلوقتي ما خدتش اي حاجه لانه منتظر البين كود يوصل له. تمام، انا كده كده معايا 4083 جنيه من الادسنس من الاعلانات. طبعا القناه بتاعتي على فيديوهات وصلت ل 600000، وفيديوهات عندي دخلت الترند، فكله بفضل الساده الزملاء، فعشان كده قلنا ان احنا نعمل القناه. طبعا هو فيديو جاب 634000 وفيديوهات ثانيه بس مسحتها برضه. تمام، اتمنى ان كل الناس تشترك في القناه وكل الناس تنضم للجروب الخاص باصحاب قنوات اليوتيوب والادسنس، عشان الجروب ده ان شاء الله هيكون هيفيدنا كلنا وهيفيد كل الناس اللي بتستخدم الادسنس. تمام كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
Thank you.